أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أبرز الجديد في المواقع الإخبارية والصحف العربية الصادرة اليوم، والبداية بالعناوين. طالب الملحقة الطبية بالتدخل سبب جديد يمنع مشافي الهند من علاج الجرحى اليمنيين. المصدر أونلاين، أساتذة جامعة صنعاء يشكون من دخول السلاح إلى قاعات الدراسة. صحيفة عربية تقول إن ميليشيات الحوثي نهبت المساعدات القادمة من البر والبحر. الهاف بوست، أم تعثر على ابنها الغائب أثناء مشاهدتها التلفزيون. أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ أخبارنا من موقع الموقع بوست، حيث قال 25 شهرا على اندلاع الحرب بمحافظة تعز، ومع اقتراب رمضان يستقبل المدنيون في تعز الشهر الكريم بمجازر جديدة كتلك المجازر التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح العام الماضي في ذات التوقيت. ووفقا للموقع، ففي يوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2016 قصفت الميليشيا سوق الباب الكبير المكتظ بالمتسوقين، وسقط خلال القصف 17 قتيلا وأصيب 30 آخرين. وفي نفس التوقيت من العام الجاري ارتكبت الميليشيا سلسلة مجازر متتالية بحق المدنيين في محافظة تعز منذ 3 أيام، وقد راح ضحيتها من القتلى والجرحى العديد، أغلبهم من النساء والأطفال. وقال أحد صحفيي تعز إن مجازر الميليشيات بحق المدنيين في الوقت الراهن تأخذ منحا خطيرا، فالمدينة مكتظة على آخرها، والحياة تدب في كل مكان، وهذا أمر يكرهه الإنقلابيون أو يكره الإنقلابيون رؤيته. مضيفا أن مجازر الميليشيا بحق أبناء المدينة يجب أن تمثل دافعا قويا لحسم المعركة والعمل بكل الوسائل على استكمال التحرير. وصف موقع المشاهد نت المعارك التي تدور في تعز بأنها تقدم عسكري مهم للجيش، وأن المعارك تدور على بعد 20 مترا من القصر الجمهوري. أكد مصدر عسكري في جبهة المواجهات بالجبهة الشرقية في تعز أنه تم السيطرة بشكل كامل على مبنى كلية الطب بعد السيطرة صباح اليوم على مبنى البنك المركزي المقابل لسور التشريفات. وأضاف المصدر المشاهد أن المواجهات ما زالت مستمرة حتى اللحظة، حيث يحاصر أفراد الجيش الوطني مسلحي الحوثي في مبنى مدرسة لا تبعد سوى 20 مترا من بوابة القصر الجمهوري بتعز. وأضاف المصدر إلى أن هناك 3 قتلى وما يزيد عن 10 جرحى من أفراد الجيش في المواجهات التي ما تزال مستمرة. اليمن التي نحلم بها، تحت هذا العنوان كتب فتحي أبو النصر مقاله المنشور في يمن مونيتور، وقال في أجزاء منه: اليمن التي حلمنا وما زلنا نحلم بها ليست يمن مراكز القوى والهيمنة شمالا وجنوبا، ليست يمن الاستغلال السياسي للدين بشقيه أو هيمنة القبيلة أو غلبة المشاريع الصغيرة بدلا من المشروع الوطني الكبير. اليمن التي حلمنا وسنظل نحلم بها يمن الثقافة الوطنية والإجماع على صيغة المستقبل الوطني اللائق، ليست يمن لا مساواة أمام القانون وعدم تحقيق البرنامج القادر على مكافحة الفساد الإداري والمالي، بل يمن الحياة الكريمة للجميع، ليست يمن السلاح المنفلت وعن جهية الهمجية والتخلف، كما أنها ليست يمن العمالات والطائفيات والعشائريات والثقافة العصبوية والتمييزية وتعزيز موبقات الماضي وتنمية الفساد وتنصر الدولة من مهامها، بل اليمن التي سنناضل من أجلها دائما هي يمن الديمقراطية والمدنية والمواطنة المتساوية، يمن القضاء النموذجي العادل للقضاء الرث والمخترق أمنيا، يمن التقدم والإنتاج والازدهار لا يمن الانحطاط المريع، اليمن كدولة وطنية جامعة وليس كدولة داخل الدولة، يمن الجيش اليمني الموحد المفصح عن هويتنا وهمومنا الواحدة، لا يمن ميليشيات عصابات مراكز النفوذ والهيمنة،
يمن السيادة والنسيج الاجتماعي المتماسك وانضباطنا الجمعي على السلام وعلى التنوير وعلى النهوض. الأمر يتطلب إذن دحر طغيان بعض اليمنيين عن بعضهم بضمانات قانونية حاسمة لتكون اليمن الجديد معجزة مدهشة وقوة سحرية في حال تحققت الفيدرالية كأمل حقيقي لتحقيق حلم المستقبل النموذجي للجميع، بمعنى أن تكون الفيدرالية عون الجنوب والشمال معا لتنصف بالتالي كل الطبقات الخاضعة للاستغلال باعتبارها صيغة تحسين مصير الشعب بكفاءة عادلة وأهمية فعالة جدا لجعل الازدهار الوطني الذي لم يتحقق سابقا ممكنا على الدوام. وصف موقع الاشتراكي نت في صفحته الرئيسية الزيارة التي قام بها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بأنها زيارة فاشلة بدأت بإطلاق النار على موكبه. قال الموقع: غادر المبعوث الأممي العاصمة صنعاء دون أن يحقق مع قيادة الميليشيا الانقلابية التي استقبلت زيارته بالرصاص بالتزامن مع حملة تحريض ضده من قبل قيادات من الميليشيا الانقلابية. يضيف الموقع: قدم ولد الشيخ أحمد أو قدم إلى صنعاء الاثنين الماضي بهدف تحريك مشاورات السلام الجامدة منذ فترة طويلة. وقال الموقع أن الميليشيا اشترطت على ولد الشيخ أحمد حل مشاكل تمتلك الميليشيا مفاتيح حلها، وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ أكثر من 8 أشهر بعد رفضها توريد عائدات وإيرادات مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى البنك المركزي في عدن. وعلى غير العادة رفض المبعوث الأممي أثناء مغادرته مطار صنعاء الدولي الإدلاء بأي تصريحات حول نتائج زيارته في وقت رفض فيه تبريرات الميليشيا الانقلابية عقب الاعتداء عليه ومحاولة اغتياله من قبل عناصرها المسلحة. سلطت ميليشيا الحوثي أحد الأكاديميين الموالين لها في جامعة صنعاء للقيام بالاعتداء على زملائه، وفي كل مرة يظهر الأكاديمي وقد اعتدى على شخص جديد. ووفقا لموقع المصدر أونلاين فضحية هذه المرة عميد كلية العلوم بجامعة صنعاء، حيث تعرض للشتم بألفاظ نابية وإشهار السلاح داخل مكتبه وتهديده بالاعتقال والسحل. وفي بيان لنقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء قالت إن الأكاديمي الحوثي محمد الماخذي يستقوي بجماعته للاعتداء على زملائه داخل الحرم الجامعي، وأدان البيان بعد تحدثه عن ضرورة منع دخول السلاح إلى الجامعة ما وصفها بالاعتداءات المتكررة من قبل الماخذي على أساتذة في جامعة صنعاء، كان آخرها اعتداؤه يوم الأربعاء على عميد كلية العلوم داخل مكتبه في الجامعة. ويرأس الماخذي ما يسمى بالملتقى الأكاديمي، وهو كيان أسسته ميليشيا الحوثي لكبح أي احتجاجات مطلبية للأكاديميين العاملين في الجامعة. ويضيف الموقع: يدير الجامعة طاقم معين من قبل الحوثيين ينفذ التعسفات والانتهاكات الواسعة بحق الأساتذة الذين نظموا احتجاجات للمطالبة بصرف مرتباتهم. في 2011 اندلعت سلسلة من الثورات العربية التي كشفت عن وصول نظام من بعد الحرب الأولى الإقليمي إلى نهاية الطريق، وعن مضي الشعوب العربية نحو تسلم مقاليد أمرها بدون عقد ومرارات أو قطيعة مع العالم. هذا جزء من مقال كتبه الباحث في التاريخ الحديث بشير نافع، والذي نشره في صحيفة القدس العربي وقال فيه: لم تطلب الشعوب عونا من القوى الدولية ولا قبلت تدخلا خارجيا في شأنها الداخلي. تحالفت دول عربية مع قوى النظام القديم في دول الثورات العربية، وأطلقت حراكا مضادا هائلا وباهظ التكاليف، بداية من مصر أكبر الدول العربية والدولة التي جسدت عملية التحول الديمقراطي واستقلال القرار، ومن ثم تونس وليبيا. وفي الوقت نفسه تعهدت إيران مشروع الثورات العربية المضادة في سوريا والعراق ومن ثم اليمن. ولكن الدور الإيراني في استدعاء الخارج كان أخطر بكثير من مجرد تقديم الدعم لنظامي الأسد والمالكي وللحوثيين
في محاولتها إيقاع الهزيمة بثورة الشعب السوري والحفاظ على نظام الأسد. رفضت إيران محاولات تركيا والسعودية وقطر ومصر مرسي التوصل إلى تفاهم إقليمي على مستقبل سوريا، ودفعت بحزب الله إلى قلب الساحة السورية. لم يكن التدخل الإيراني في سوريا هو المشكلة الوحيدة للسعودية ودول الخليج العربية. كانت حروب بوش بالغة الغباء في المشرق خلقت مناطق فراغ للقوة منذ 2001، وعملت إيران في اندفاعة متسرعة على التوسع فيها. حاولت إيران تأسيس نفوذ لها في أفغانستان ما بعد طالبان، عملت ولم تزل على التحكم بدولة عراق ما بعد الغزو والاحتلال، دعمت حزب الله في سيطرته على قرار الدولة اللبنانية، وشجعت مشروع الحوثيين الغبي للسيطرة على اليمن. ما رأته الكتلة التي تقودها السعودية وأغلبية الشعوب العربية أن إيران تجاوزت حدود مصالحها المشروعة بكثير، وأن توظيفها السلاح الطائفي بات مصدر تهديد لاستقرار المنطقة ودولها. يرتكز النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان والعراق والقطاع الحوثي من اليمن إلى قوى داخلية، قوى طائفية بالتأكيد، لكنها تنتمي إلى شعوب هذه الدول، وهذا ما يجعل الملف الإيراني أكثر تعقيدا مما يمكن لإدارة ترامب تحمله. تحتاج مواجهة التوسع الإيراني نفسا طويلا، أطول بكثير مما يمكن لواشنطن المثابرة عليه. ترفض بعض المشافي الهندية الاستمرار في معالجة جرحى يمنيين موجودين في مدينتي بونا ودلهي، ولا يعود ذلك إلى عدم دفع تكاليف العلاج إنما لسبب آخر. وقال موقع عدن تايم إن الجرحى ناشدوا الملحقة الطبية في السفارة اليمنية في الهند أنيس الردفاني التدخل لمساعدتهم في حل إشكالات انتهاء إقامتهم في الهند. ويعاني جرحى يتلقون العلاج في المدن الهندية من انتهاء فيزهم العلاجية، ما يجعلهم مخالفين للقوانين، ما يؤدي بدوره إلى رفض كثير من المستشفيات الهندية مواصلة علاجهم باعتبارهم مخالفين للقانون. يضيف الموقع: وكانت إدارة ملف الجرحى في الهند رفضت التعامل عبر الملحقية الطبية خلال عملية تسفير الجرحى أو خلال عملية علاجهم، ما سبب كثيرا من الإشكالات للجرحى بسبب عدم وجود جهة رسمية تمثلهم. إلى أخبار موقع عدن الغد، والذي تابع الاحتجاجات اليومية للمواطنين في عدن ومطالبتهم بتوفير الكهرباء. وعنوان الموقع: نشطاء بعدن يواصلون احتجاجات تطالب بتوفير الكهرباء. قال الموقع: واصل نشطاء محليون في عدن احتجاجات تطالب بتوفير الكهرباء، ونفذ النشطاء وقفة احتجاجية وسط ساحة العروض بخور مكسر. وفي الوقفة المسائية أضاء المشاركون عددا من الشموع تعبيرا عن حالة الغضب، ورددوا شعارات مناوئة للحكومة. وهذه الوقفة هي الثانية خلال أيام فقط. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في الشأن الحقوقي، عنونت صحيفة العربي الجديد ضمن عددها الصادر اليوم وقالت: تحضيرات لملاحقة مجرمي الحرب في اليمن. قال مسؤول في الحكومة اليمنية إن وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع رئاسة الوزراء تعكف على إعداد ملفات لكل مجرمي الحرب، وعلى رأسهم المخلوع صالح وقيادة جماعة الحوثي والقيادات العسكرية المتورطة بارتكاب جرائم بحق الإنسانية بغرض ملاحقتهم جنائيا ومنع تحركاتهم الخارجية. وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ للعربي الجديد إن الوزارة وثقت انتهاكات الميليشيا بتقرير حقوقي يحوي أسماء وبيانات الضحايا، وستقوم بإرساله عبر وزارة الخارجية اليمنية إلى المكتب الدائم لليمن في جنيف لتسليمه للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وسيتم تسليم التقرير أيضا عبر السفراء اليمنيين في العواصم الأوروبية. مشيرا إلى أن وفدا من الوزارة سيقوم بزيارة جامعة الدول العربية لتقديم نسخة من التقرير للجنة العربية لحقوق الإنسان. تأتي هذه الإجراءات في إطار تحرك الوزارة لعمل توثيق للجرائم المرتكبة بحق الإنسانية،
وخلق توجه دولي لمحاكمة مرتكبيها. قالت صحيفة الخليج في عنوان بارز في إحدى صفحاتها مستندة إلى مسؤول حكومي: الميليشيا نهبت 63 سفينة مساعدات، حيث قال نائب وزير الإدارة المحلية اليمنية عبد السلام بعبود إن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية نهبت 63 سفينة مساعدات وصادرت 550 قافلة إغاثية خصصتها برامج الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني. وأوضح بعبود في ورقة قدمها في ندوة برنامج التواصل مع علماء اليمن أن الميليشيا الانقلابية دمرت الحياة وجعلت أكثر من 20 مليون يمني بحاجة للمساعدات متعددة، فيما يحتاج أكثر من 24 مليونا للخدمات الصحية. إيران تنوعت الصور والمرجع واحد، تحت هذا العنوان كتب عمر عبد العزيز مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال في جزء من المقال: لا بد هنا من الإقرار بأن تيار المحافظين الموالين للمرجعية ما زال يسيطر على مفاصل السلطة والدولة، وأن تيار الإصلاحيين التواقين لشكل من أشكال الإصلاح البنيوي للنظام محكوم بجبر اختياري يجعله تنويعاً على ذات النظام، لا خروجاً عن ثوابته التي سطرها الخميني ومن ثم خامنئي، فسار على دربها المرشح الرئاسي المنافس لروحاني إبراهيم رئيسي، والمرشح أيضاً كخليفة لخامنئي. لم يقيد لرئيسي الفوز في الانتخابات ووراثة المرجع الديني تالياً حتى يتمكن من مجد الجمع بين الولايتين الدينية والدنيوية ليصبح نسخة جديدة من الخميني. خلال الأسابيع والأيام القليلة الماضية وبناء على استفتاء المراقبين للحملة الانتخابية الرئاسية، تعادلت فرص المتنافسين آنذاك، غير أن الجيل الجيد كان يميل حصراً للتغيير المأمول من قبل الإصلاحيين، ولعل هذا الجيل سوف يصاب بخيبة أمل بالغة بعد فوز روحاني الذي سيعيد إنتاج المنتج المعروف في الوضع الاقتصادي الداخلي باعتباره فاقداً للحيلة والفتيلة، مثله مثل بقية من يسمون الإصلاحيين. أما بالنسبة للنظام فإن روحاني ورئيسي حملا مفردات إيجابية طالما أن السلطة الفعلية تبقى بيد المرجعية وأجهزتها الأيديولوجية الضاربة، فروحاني سيعطي أعداء النظام الكبار كالولايات المتحدة مساحة لآمال تصالحية كما حدث في عهد أوباما، أما رئيسي الذي خسر فسيعزز من مكانة المركزية الدينية السياسية حتى وهو خارج اللعبة الرئاسية، وسيجعل مؤسسة المرجع في تمام الطمأنينة من أي قلق داخلي، وبهذا المعنى لن يغير أي منهما آليات النظام وثوابته. شبكة البي بي سي عنونت حول أهم الأحداث الدامية التي شهدها العالم هذا الأسبوع: الشرطة البريطانية تعتقل 7 أشخاص يشتبه في تورطهم بهجوم مانشستر الانتحاري، وقالت في التفاصيل إن الشرطة البريطانية أعلنت إلقاء القبض على مشتبه به جديد على صلة بهجوم مانشستر الانتحاري، ليرتفع عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم حاليا إلى 7 أشخاص بينهم امرأة. الأجهزة الأمنية قالت أيضا إنها اعتقلت الشخص أثناء عملية بحث مكثف تهدف لإحباط أي هجمات أخرى محتملة بعد تفجير سلمان العبيدي البريطاني ذي الأصل الليبي نفسه في حفل غنائي في مانشستر ليلة الاثنين. وكانت قوة محلية لمكافحة الإرهاب في ليبيا اعتقلت رمضان العبيدي والد المهاجم وشقيقه الصغير هاشم في العاصمة الليبية طرابلس، بينما اعتقلت السلطات البريطانية شقيقه الأكبر إسماعيل. وبالتزامن مع هذا انتشر أفراد من الجيش في الشوارع وسط لندن في أول مظهر من مظاهر الإجراءات الأمنية الخاصة التي بدأ العمل بمقتضاها في أعقاب الهجوم الذي أودى بحياة 22 شخصا معظمهم من الأطفال واليافعين. وفي موقع الهاف بوست العربي عن ذات الحادث الذي شهدته بريطانيا، قال الموقع إن أما فقدت ابنها قبل سنوات وعثرت عليه في تفجير مانشستر، صورة على الشاشات قادتها إليه. يقول الموقع: تسبب التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة مانشستر في أن تتعرف أم على ابنها الغائب منذ سنوات،
وحيث أظهرت الصور والتسجيلات التي أتت من مكان التفجير رجلاً يساعد المصابين في محاولة منه لإنقاذهم، والصور قادت أمه للتعرف عليه بعدما كانت تجهل مصيره لأعوام. الأم جيسكا باركر سارعت إلى كتابة منشور على صفحتها الشخصية في الفيسبوك، قالت فيه: هذا هو ابني الغائب عني منذ فترة طويلة، لم أكن أعلم أنه مشرد، لقد كان شجاعا ليلة الأمس، أرجوك تواصل معي كريس باركر. ونطالع من صحيفة القدس العربي خبرا قالت فيه إن فتاة تبلغ من العمر 21 سنة طردت من أكاديمية الشرطة الروسية بسبب ماضيها الوحشي وفق ما ذكرته أمها بالتبني لوسائل الإعلام. صحيفة الديلي ميل البريطانية قالت إن رؤساء الشابة الروسية المدعوة ليوديميلا فوروسفا اكتشفوا أنها عاشت في دار الأيتام بعدما أهملها والداها عمرها لا يتعدى 3 سنوات. وكان والدا الفتاة المدمنان على الكحول يفرضان على ابنتهما الإقامة في بيت الكلاب، وهو الأمر الذي كان يعرضها دائما لعضات وإصابات، حيث عاشت فوروسفا حياتها مع امرأة أخرى تبنتها وكانت تعاملها كأنها ابنتها. وقالت: عندما كانت فوروسفا صغيرة كانت تقول لي دائما إنها عندما تكبر ستدخل جميع المجرمين السجن وستحارب من أجل العدالة، إلا أن حلمها تبخر بعدما جرى طردها من أكاديمية الشرطة، حيث اكتشف المسؤولون أن أمها البيولوجية كانت مدانة بالقتل. يجذب مهرجان زهور تشيلسي في لندن أشهر فعالية لفن البستنة في العالم قرابة 165 ألف زائر سنويا. جولتنا المصورة اليوم تغطي جانبا من هذا المهرجان النوعي، نتابع الصور التي وردت في شبكة البي بي سي. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بألف خير.